اهتزت مدينة القنيطرة مساء يوم الثلاثاء 3 أغشت 2021 على وقع جريمة قتل وصفت بالبشعة بأحد شوارع المدينة. ووفق مصدر محلي فقد تم العثور على جثة شخص ملطخة بالدماء على مستوى شارع محمد ديوري بعاصمة الغرب. وأوضح ذات المصدر أن الضحية كان يشتغل قيد حياته حارسا لإحدى الإقامات السكنية بنفس الشارع الذي وجدت به جثته. ومباشرة بعد التوصل بالخبر فتحت السلطات الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات وخلفيات الجريمة، خصوصا بعد انتشار أنباء على أن سبب الوفاة كان نتيجة جريمة قتل. بالمقابل تمكن أمن القنيطرة من توقيف أحد الأشخاص المشتبه في تورطهم في جريمة قتل حارس العمارة المذكور هذا، وتم اعتقال المشتبه فيه على مستوى حي المدينة القديمة أحد الأحياء الشعبية المعروفة بمدينة اللقالق، وتم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة لاستكمال البحث والتحقيق. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.